مرحبا شباب، وياكم علي محمد من قناة يونيك تيكس. إن شاء الله تكونون بخير واموركم طيبة ومرتاحة. اليوم راح أسولف لكم على نوع من الراوترات احتمال اللي ما سامع بيها أو ما مجربها يعتبرها فد شيء غريب. هاي الراوترات ما بيها وايرلس، يعني أنت من تجي تشد الراوتر ما يبث. أوكي، راح أسولف لكم شنو سالفة هاي الراوترات. أول شيء، إذا أنت عندك مجموعة راوترات مثل هاي، بس أحكي لكم على هذا المخطط، شنو مخطط البسيط. إذا أنت عندك مجموعة راوترات مثل التبلينك أو التيندا أو الراوترات اللي هي مو احترافية، صحيح أنت أجيت ربطتها وبثيت أنترنت، بس هاي الراوترات ما تنطيك ذيك الإمكانية بحيث تسيطر على الاتصال، تسيطر على المتصلة بالراوتر. وعندك مثلا أكثر من راوتر ومسويهن أنت هوسة، ما تقدر تشوف ايش دا يصير. راوتر دا يسحب مثلا اكثر من الثاني ومبطئ الشبكه، ما راح تقدر تسيطر بسهوله. او تريد تعرف مثلا عن طريق الدي ان اس سيرفر، تريد تعرف ايش دا يصير، شنو المواقع اللي قاعد تنفتح عندك بالشبكه، او تريد مثلا عندك صار بطء تريد تدخل اكثر من خط للشبكه. فكل هاي الامور والامكانيات العاليه وبعد اكثر، راوترات العاديه ما تقدر تسويها. يعني حتى لو تشد سويتش وتطلع منه بورتات للراوترات العاديه ما راح تستفاد. فشركة مايكروتيك عندهم سلسلة من الراوترات اسمها إيثرنت راوترز. أوكي، هاي الإيثرنت راوترز، بس خلينا نشوف إنه نظرة عليها. شغلاتها تعطيك إمكانيات عالية بس بدون وايرلس. أنت تربط بالإيثرات مثل ما شفنا بالصورة، وتخلي أجهزة البث حس شوي، نسوي تجربة بسيطة وتبث. بس فكرتها هي خلف أجهزة البث. أجهزة البث ما راح تصير راوتر، راح تصير عبارة عن أكسس بوينت. والأكسس بوينت شنو؟ بس مجرد يعبرك باتجاه الراوتر الرئيسي. يعني هذا حيسيطر على مجموعة الراوترات وعلى كل المتصلين. المهم، خلينا نشوف هاي الموديلات الغريبة واللي ما مشهورة واللي يعرفوها بس المختصين بالشبكات، وتقدر انت كشخص عادي تقدر تستخدمها عادي، ماكو مشكلة. حتى لو عندك راوتر بي وايرلس هم تقدر تستخدمها كجيتوي. بس اني اكو كم راوتر بصراحة حبيتهن، ويعني واستخدم جزء من عندهن، والمفضلات عندي انصحكم تستخدمون. اول راوتر من هاي الراوترات اللي هو هذا النوع اسمه هيكس، هذا بيه 5 جيجا بت، عندك ديول كور بروسيسر مالته عالي، ديول كور 880، والرام مالته ممتاز 256، وبي يو اس بي لل 3 جي شاحن هذا الشيء بالقناة. اللاير 4 عفوها، بس خلينا ندخل عليه. يقدم لك هذا الراوتر امكانيات عاليه كلش بالتحكم بالترافيك بالنسبه للشلون نقول للاستخدام العادي. هذا راوتر اسمه RB750GR3. بصراحه انا مستخدم هذا الراوتر، عندي من عنده قطعتين، امكانياته كلش قويه ومستخدمه بالتنالات وبالفي بي ان وتقسيم، فشي قوي كلش، وحجمه صغير وسعره رخيص، يتراوح يمكن بالعراق عندنا اعتقد $55. اوكي، هذا هسه هذا اول راوتر، ما اريد نطب مواصفات وما ادري شنو. زين، هذا الراوتر قلنا تربط عليه اكسس بوينت. الثاني هذا عوفه، ما نريده هذا لانه مواصفاته، احنا نريد شيء بحيث هيفي ديوتي. عندك مثلا الهيكس اس، هذا فد شيء كلش راقي، ايضا ب 5 جيجا بت، بس فرق هذا بي اس اف بي. الاس اف بي هو مو مثل الكابل الضوئي مال شلون نقول الاف تي تي اتش، هذا مثلا مسافه بعيده تقدر تربط له كابل فايبر اوبتيك وقطعة SFP. المهم ما اريد انطب هذا الموضوع، بس المهم يدعم SFP، مختصين يعرفوه. هذا نفس مواصفات ذاك بس بي SFP. والاي بي سيك هاردوير انكربشن سبورت، هذا شغلته شلون نقول يفوت بموضوع الفي بي ان. واللي جماعة الدوت سيرفر اللي يريدون يسوون دوت سيرفر هذا يفيدهم، بس ما راح نطب هالامور اختصاصية. على العموم، هذين القطعتين اللي هن مفضلات بالنسبة لي، حجم صغير امكانيات عالية، هاي يعني فعلا مفضلات. تمام، هسه احنا اخذنا مثال الجهازين اللي هي الايثرنت راوتر بالامكانيات العاليه. اوكي، يعني انا اقدر اخلي بيتي من هذا واطلع منه فت كابلين ثلاث لاجهزه البث واوزعهم بالبيت، وانا مسيطر بالكامل على الاتصال. تمام، زين، خلينا نشوف هسه شنو عندنا بعد. بالله ذني عفون، ذني ثقيلات، ذني مال ثقال، ما اريد اروح عليهن، خلونا بس من ذني. زين، خلينا نسوي فد تجربه اشوفكم اياها. هسه اني مثلا امكنك على راوتر تبلينك، ادمن اوكي.
هذا الراوتر تملك اللي انا مكنك عليه حاليا الراوتر مود، تمام؟ راح اسويه بطريقه بحيث اسوي اكسس بوينت حتى يسيطر علي او على موبايلي المايكروتيك اللي خلفه، مثل ما تشوفون انه هذا المايكروتيك البورت رقم 4 هذا مربوط براوتر التبليك وده ينطي انترنت عن طريق الكيبل. لكن شنو الفرق؟ هنا عندي الاوبريشن مود محوله وايرلس راوتر. بهاي الحاله اذا عندي اكثر من راوتر من هذا، انا لازم اول شيء اسويه احول المود الى اكسس بوينت. اوكي، الراوتر هذا راح ينقل كل عمليه السيطره للمايكروتيك للراوتر اللي خلفه، هو راح يصير عباره عن بس مجرد طباب خير بس ياخذ الموبايل ويدزه باتجاه المايكروتيك. اوكي، خلينا ننتظر بس يتحول شباب، وقفوا شويه الفيديو حتى لا يطول وارجع لكم. اوكي شباب، هسه تحول عندي الاوبريشن مود الى اكسس بوينت. تلاحظون من تحول الاكسس بوينت الاوبشنات كلها راحت مال الروتينج، يعني معناته الراوتر هذا اذا هو تعبان مثلا اكيد هو البروسيسر ماله تعبان. اوكي، فانا حولت البروسيسنج كله باتجاه جهاز قوي. اوكي، فصار عندي الاوبريشن مود اكسس بوينت اللي اقدر اسويه بس مجرد اغير مثلا الاشاره البث، اقدر اغير الرقم السري والامور البسيطه اللي هي المونيتور. بس اذا تنتبه بس اشوفكم شيء بسيط، سمارت اي بي دي اتش سي بي هذا حياخذ بس اي بي من المايكروتيك. وهاي زين، هسه انا راح اكنك الموبايل مالتي عليه راح تشوفون شنو اللي راح يصير. اذا هو راوتر مود جهازي ما راح يشوف المايكروتيك الموبايل فما يقدر يتحكم به، تمام؟ بس هو اذا صار الجهاز او الراوتر صار اكسس بوينت راح يقدر المايكروتيك يشوف الجهاز مالتي ويقدر يتحكم به بكل سهوله. زين بس خليه يربط ثواني. ربط. شنو الاي بي اللي اخذته؟ بالله اخذت اي بي 87 125. وينه هذا؟ اوكي، هسه اذا تلاحظون الجالكسي نوت 5 اللي عفوا نوت 9 اللي هو هذا عبر من التبلينك واتجه باتجاه المايكروتيك. هسه انا فرضا عندي فد اربع راوترات تبلينك وانا بموبايلي دا اتنقل. هسه حشرح لكم، هواي اكو فيديوهات طبعا بالقناه تخص هالامور هاي، بس خلي اشرح لكم شيء بسيط. انا بموبايلي تنقلت بين الاجهزه البث اللي هي هاي، جيت هناك كنكيت وعبرت هنا وعبرت هنا. هاي الراوترات ما لها كل علاقه بيه، بس مجرد راح تسمح لي اكنك. لكن هذا الجهاز اللي بالباك شو يسموه باك جراوند الباك بون اللي بالخلفيه هو اللي راح يتحكم بيه. زين هسه انا بكنك على التبلينك، تمام؟ هنا اذا تلاحظون وهنا واي فاي ستاتستكس، انا مكنك على التبلينك ماكو اي مشكله. بس من اللي دا يتحكم بيه؟ دا يتحكم بيه المايكروتيك. هنا اقدر اني مثلا احدد مثلا سرعه الموبايل، اوجهها على مثلا غير خدمه، اقدر اسوي كل شيء، اقدر اسوي هوت سبوت، اقدر كل الامور هاي اسويها. زين هسه احنا انتهينا من الفكره العامه انه اني استخدمت مثلا الايثرات اللي بهذا الراوتر اللي هو مثلا ربطت على رقم 4 وجبت راوتر ربطت على رقم 5 ورقم 3 ورقم 2 ماكو مشكله ربطت، واقدر اربط ورا سويتش مثلا من رقم 5 اذا اريد بورتات اكثر، اخلي مثلا 8 بورتات واربط كاميرات وحاسبات وكل هذول راح يجون باتجاه المايكروتيك. زين شنو التطبيقات وشنو الفائده من هاي العمليه؟ اوكي، اولا اقدر اني اخلي اكثر من خط بالشبكه، يعني مثلا رقم 1 ورقم 2 اخلي خطين دخول حتى اوزع الحمل، وتبقى الراوترات هي ما لها علاقه بالموضوع، يعني التحكم كله بجهاز واحد حيصير، فراح الراوترات توجه الاتصال وانا من هنا اتحكم بالترافيك. اقدر اوزع الراوترات كل واحد الى خط هم عادي ماكو مشكله، رقم 4 على خط، رقم 3 على خط، وهذا هم شارحه، واخلي هذا الايثرنت يصير. او اقدر مثلا اخلي مثلا راوتر رقم 3 في بي ان يروح على الفي بي ان، وراوتر رقم 4 هوت سبوت مثلا. هذا هسه حنروح على القناه اشوفكم هيك امثله سريعه لان انا شارح واعي الموضوع. هاي ما اقدر اسويها. واقدر مثلا اذا اني عندي اجهزه تبث 5 جيجا هرتز مثل اللي شرحناه سابقا مثل الروكت ام 5، اقدر اخلي ابث اشارتين اوكي، واخلي كل وحده على بورت، واخلي ال 5 جيجا هرتز مثلا سرعتها اكثر من 2.4 حتى جيمنج والعب واستمتع. اوكي، اقدر هذا الشيء اسويه. راح اشوفكم امثله بالقناه شباب
لانه التطبيقات هالموضوع هذا كلش هوايه، بس اكو ايضا بالقناه هوايه امور تقدر تستفاد منها. يعني عندك مثلا هذا الواير جارد، فيديو الواير جارد هذا، انت اذا اجت الراوترات اذا نزل التحديث الواير جارد راح تقدر تسوي في بي ان وتدخل مجموعه خطوط للمايكروتك وتخلي كل موبايل الا في بي ان خاص بيه بحيث مين يتنقل بالشبكه يصير كل واحد على خط. مثلا عندك حظر التيك توك، تقدر تحضر التيك توك اوكي يشتغل على هاي الطريقه. عندك مثلا هذا الفي بي ان ما له علاقه بيعوفه. عندك مثلا الببجي، تقدر بهذا الراوتر الرئيسي تخلي مثلا اولويه للببجي او اولويه للفورتنايت، لان انت تقدر عندك امكانيات تشوف ايش دا يصير. او مثلا الوايرلس تحديد السرعه باوقات معينه، هذا الفيديو منه يتطبق على هذه الطريقه. عندك ال 3 جي، تقدر تدخل 3 جي بالراوتر اوكي، تخلي 3 جي يطلع بالشبكه او واحد من الراوترات يصير 3 جي هم اوكي، تقدر تسوي هذا الشيء. هاي ايضا عندك هذا مثلا الفيديو اليو بي ان تي، هذا اللي احنا قلنا نحوله راوتر مو تمام شباب، نقدر نسوي اكسس بوينت يبث 5 جيجا هرتز وايضا ممكن هذا الشيء. فيلانات اوكي بس ما اريد اروح زايد بالموضوع. عندك هذا عوفه، هذا شنو وصول للشبكه، نقدر نربط في بي ان على الجهاز المايكروتك قبل الشبكه حتى ندخل ناكسس للراوترات. عندكم التنقل، هذا الفيديو اللي شرحنا به التنقل بين اجهزه الاكسس بوينت اوكي، اذا احنا سوينا مجموعه اجهزه بنفس البث اذا تذكرون، اذا شايفين سوينا اجهزه مجموعه بنفس الاشاره بحيث نقدر نسوي نفس الاشاره بس تتنقل، بس نقدر نسوي الاكثر. اذا انا سويت هذا بنفس الاشاره اقدر اخليك تتنقل بس بخطوط مختلفه، اقدر ادخل مثلا ايرثلينك جزيره هيرنز على ثلاث راوترات بس انا اسمح لك تتنقل، بس مو راح تتنقل راح تاخذ من كل راوتر خدمه شكل اوكي، تقدر تسوي هذا الشيء. وامور هوايه الجيمنج هاي عوفها، الببجي مثلا، هوت سبوت اوكي هم انا شارح لكم عليه، تقدر تسوي هوت سبوت والشخص يدخل يوزر نيم وباسورد ويكنك، هم انا هم تقدر تسوي هذا الشيء. المهم حظر المواقع الاباحيه، كل اكو فيديوهات بالقناه كل شيء هوايه تسوي من عندها افكار لهذه الطريقه اوكي شباب. خلينا نرجع للموضوع، وانا فملخص الطريقه شباب حتى ننهي الفيديو بسرعه ما اريد نطول. الايثرنت راوتر هو عباره عن شيء المفروض انت تختاره اداء عالي اعلى من باقي الراوترات حتى الضعف بالاداء بالراوترات تقلله، لانه اذا مجموعه راوترات تبلينك معروف بروسيسرها ضعيف رامها ضعيف ما تتحمل شيء ثقيل، هذه اذا تحولت اكسس بوينت راح تصير عباره عن برج فيقل الحمل عليها ويتحول الحمل باتجاه البروسيسر اللي خلفها مال هذا الجهاز اللي هو راح يعالج كل شيء. وثاني شيء تستفاد من امكانيات عاليه كلش، راح اشوفكم شيء بسيط من هاي الامكانيات جت ببالي هسه على اساس اسوي فيديو على الدي ان اس، بس راح اعطيكم هيك شيء سريع. اذا انت مثلا عفوا هذا الجهاز المايكروتك اللي خلف الشبكه ممكن يكون دي ان اس سيرفر، فرق بين دي ان اس ودي ان اس سيرفر. دي ان اس سيرفر يعني انت من تخلي مثلا اربع ثمانيات بالموبايل او بالراوتر راح تحصل دي ان اس جوجل، هذا الدي ان اس راح يسوي كاشينج يسرع لك فتح المواقع، هو اللي راح يصير دي ان اس اوكي، بس مجرد تعطي الوري موت ريكوست فتقدر تشوف الكاش. الكاشينج يعني شنو؟ راح يخزن المواقع بالمايكروتك نفسها، فانت من تفتح لعبه مثلا او تفتح التيك توك راح يروح يضطر يطلب الموقع اللي مثل هذا ام اس ان حتى يتحول، العفو مثلا هذا راح يطلب الموقع هذا وبعدين الدي ان اس يحوله الاي بي. انت من حتروح تطلب من جوجل اللي هو الاربع ثمانيات لازم تتصل بسيرفرات جوجل ويحول لك الاي بي، المايكروتيك راح يحتفظ بيه يمه مباشره بسرعه يحول العمليه، فراح يصير عندك شيء اسمه كاش. وايد الناس يعرفون الكاش بس هذا شنو؟ دي ان اس كاش يحتفظ بكل المواقع اوكي. وثاني شيء اللي يفيدك هذا اذا صار دي ان اس كاش راح تشوف شنو اللي دايم فتح بالشبكه، اذا تشوفون كومه مواقع مفتوحه بالشبكه وتقدر مثلا تحضر اي شيء يعجبك اوكي. شوف هذا wireguard.com مثلا statistics سناب، هذا ما اعرف سناب شات او شيء. على العموم شباب هاي واحدة من الفوائد اللي تفيدك بحيث انت تراقب اداء الشبكه. او مثلا شيء سريع، اذا انا رابط هسه على رقم 4 اوكي اقدر اسوي تورتشنج. تورتشنج يعني ابحوش بالشبكه واطلع ايش دا يصير، تقدر تشوف الماك وبورت اوكي ستارت وتسوي تورتشنج بالشبكه. انا هسه ما فاتح شيء طبعا
هسه اذا افتح مثلا فد شيء معين تشوفون شباب بدا يتحرك الترافيك وصار عندي مراقبه على الشبكه واقدر احضر اي شيء واطلع السجل اللي دا ينفتح، مو معناته هاكينج هذا، بس مجرد اشوف ايش دين فتح بالموبايل، وبهالطريقه اقدر اشتغل بالفايروال مال مايكروتك. تمام شباب، ها يعني شيء بسيط لكم بس هو كلش سهل. اذا تريدون تستخدمون هاي الطريقه وتشترون راوترات الهكس اللي انصحكم بها، طبعا تخلون الراوترات وراها، استفادوا من الفيديوهات اللي بالقناه اللي هي موجوده هوايه وبكثره حتى تسوي الفكره اللي ببالك، واحنا ان شاء الله مستمرين نعطيكم فيديوهات اكثر تستفادوا من عندها. اتمنى تكون هاي العمليه مفيده لكم. تقبلوا تحياتي، اخوكم علي محمد من قناه يونيك تكس.